السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز أحدد الغرفة دي فرن ريتنج قد إيه أو الحيطة دي فرن ريتنج قد إيه، عندي أكتر من طريقة. أول طريقة إن أنا ممكن أعمل تيك تي جي، بقول أنا عايز تيك الحيطة، بيقول لي حمل التيك بتاع الحيطة، أنوتيشن أركتكتشر وول. طيب هو هنا غالبا بيديني التايب مارك، عايز أخليه يديني فرن ريتنج، فأعمل سيلكت وأقول له إيديت فاميلي، وممكن احط الاثنين مع بعض. هو هنا بيديني تاب مارك، هقول له الفاير ريتنج معاه، واعلم على بريك بحيث يبقى ده في سطر وده في سطر، واقول له لود، واقول له حطه لي في الملف دوت. وبعد كده هدخل هنا اقول له تاب المارك دوت، تاب مارك اهوت، هقول له ده مثلا W1 والفاير ريتنج 3 اتشار تالت سايت. اوكي تظهر معايا بالشكل ده. طيب في حاجة اخرى انا هو الفلتر، هقول فلتر في في وبعد كده فلتر، وبعد كده هقول انا عايز اضيف فلتر اديت، واقول له نيو، واقول له فاير ريتد مثلا. الفلتر ده دي خاصة بيها الول، واقول له دي هنعتمد على خاصية الفاير ريتد انها تكون بتساوي ايكوال 3 ام. اوكي واقول له اول ما تلاقي ديت، وبالذات لما تكون في القط ابدا يديها مثلا لون احمر، وممكن طبعا كل واحد فيهم تديها لون مختلف، تديها مثلا هاتش مختلف. تمام خلي برضو ممكن نلون هاتش، طبعا شوف عدد عندك ساعة ساعتين ثلاثة وتبدأ تحطها. اوكي تلون بالشكل ده. في حاجة أخرى هتلاقي ملف في قلب وصف الفيديو اللي هو بالشكل دوت. طيب ممكن دول ناخدهم كده كوبي واروح في الملف دوت واقول له بيست في اي مكان، وبعد كده امسحهم مجرد ان هم يكونوا اتنقلوا بس. فايل بيست فروم فليب بورد، او ممكن تعملهم ترانسفير من قلب كام اتنقلش. دي عبارة عن خط وفي علامات، كنا اتكلمنا عن ازاي تعمل الفاميلي قبل كده. وبعد كده هتقول له بيست تمام وتلغيهم بعد كده مش مشكلة. طيب دلوقتي بقى لما تيجي ترسم ال ديفيد لاين دوت ترسمه ازاي، هما دول هما تمسحهم الأول، وبعد كده هروح لأنوتيت ديتيل كومبوننت ديتيل كومبوننت، وتبدأ تختار الخط اللي انت عايزه. يعني مثلا فاير ريتنج دوت 3 ساعات اهو، وتبدأ ترسمه على الحافة دي بالشكل ده، وتقدر تدخل تعدل لونه وتعدل المسافات وتعدل الرمز الموجود، كل اللي تقدر تدخل تعدل فيه من صوت مفيش فيه خالص. هو خط بترسم عليه، انا بس ايه سحبت ده وانا برسمه ديتيل، هقول له كومبوننت ديتيل كومبوننت، وهقول له بعد كده ده كيرفت. انا عايز اقول له مثلا انا عايز اللي هو العادي اهو، اللي هو الخط من هنا لهنا، ومثلا من هنا لهنا، ومن هنا لهنا مثلا. طيب ارسم لي الخطوط بتاعتي بحيث توضح لي ان دي هتبقى 3 ساعات. فعندي 3 طرق اهو اقدر احدد بيها.